صباحكم خير عن جديد. بفقرة الاي تي لليوم رح نحكي عن موضوع مهم كتير، واللي هو اكيد حماية بياناتنا على الاجهزة الالكترونية، وخصوصا بحال سرقة الهاتف. رح يكون معنا لنحكي بهالموضوع الخبير بامن وتكنولوجيا المعلومات الاستاذ عامر بشار. صباح الخير، اهلا وسهلا. يسعد صباحك استاذ عامر، اهلا وسهلا فيك. خلينا بالبداية نحكي كيف بنقدر نحمي بياناتنا من الاختراق ضمن الاجهزة الالكترونية. تمام، هلا حماية البيانات فيه إلى أكثر من مستوى. قبل الاختراق كمان في حماية من الفقدان للداتا، من سرقة الداتا، ضياع إن كان تمام، إن كان كسرقة فيزيكلي أو شيء راح الجهاز أو انسرق الجهاز أو تم اختراق البيانات. فلهيك نحن أول خطوة دائما بننصح فيها هي عمل نسخ احتياطي للداتا أو البيانات المهمة. يعني البيانات بتنقسم، ممكن تكون بيانات شخصية، ممكن تكون بيانات بالشغل، ممكن مشروع عم بشتغل عليه، فبتتراوح أهمية البيانات. ممكن سنين، يعني صورة مثلا بجوز تحمل لنا ذكريات أو تحمل لنا معنى كتير كبير. مشروع عم بشتغل عليه صار لي فترة، فكتير رح أتضايق إذا راحت هاي الداتا بغض النظر كيف راحت. فالخطوة الأولى والأأمن والأسلم هي أني أنا أعمل نسخ احتياطي لهي الداتا عندي. فأول حماية اللي هي بتبلش من عندي، أني أنا أعمل نسخة احتياطية تكون موجودة بمكان منفصل عن مكان جهازي. يعني إذا أنا عم حامل شنطة اللابتوب مثلا، بعمل باك اب للجهاز تبع الكمبيوتر على هارد بمكان تاني، عشان إذا ما أكون كمان حاططه بقلب شنطة اللابتوب مثلا، فأنا حتى يكون الوصول له بمكان تاني. بهي الطريقة إذا بعمل أنا استعادة تمام، فبتلاقي الداتا عندي موجودة، هيك بكون حافظت نوعا ما على الداتا. نجي للمستويات الثانية من الحفاظ على البيانات، اللي هي حمايتها من الوصول الغير مرغوب. بعدة طرق أنا فيني أحمي هي البيانات. عن طريق إذا أنا هي الداتا على أو البيانات على موبايلي، فأنا فيني حط باسورد قوية. إذا هي على كمبيوتري كمان فيني أعمل كلمة سر تكون قوية، أربط أجهزتي بإيميلاتي أو أعمل لها طريقة ونتذكر حمي. الباسورد، وإذا نعرف حالنا ما بننسى الباسورد نكتبه على ورقة أو على بالنوت بشي مكان. تمام. طيب، يعني أنواع البيانات بتختلف، يعني كل حدا عنده مثل ما قلنا، ممكن شيء من شغله، ممكن شيء ملفات خاصة خلينا نسميها، صور، أشياء بيحب الواحد أنه هو يحتفظ فيها. تختلف طريقة حماية هاي البيانات حسب نوعها ولا لا؟ هلأ أكيد في بيانات بيضل، يعني حتى إذا كان في اختراق أو في محاولة وصول، هي أول شيء بينبحث عنه أو أول شيء بيدور عليه. فإن كانت صور أو أسماء، مثلا أنا بجهاز شركة أو جهاز عم بشتغل بالمكان اللي عم بشتغل فيه، فرح يدوروا على بيانات العملاء عندي، فرح يبينوا، رح يدوروا على الملفات الإكسل أو ملفات وين مخزن ملفات الشغل اللي أنا عم بشتغل فيها. بتختلف نوع البيانات وأهميتها حسب نوع الجهاز أو الشخص اللي مستهدفني. هل هو شخص بس هو بده يخرب هاي البيانات او لا، مستقصد بيانات معينه انا بالذات فيني بده اياها، ان كانت كبيانات شخصيه او بيانات هذا الشغل، ليوصل ممكن لقائمه الزباين اللي عندي، ليوصل لطريقه الشغل اللي عم بشتغل فيها. فنوعيه البيانات بتختلف حسب وين مخزنها ونوعها، ولكن بتختلف حتى في انواع من البيانات بيتم تشفيرها. يعني هلا مؤخرا صرنا نسمع بفيروسات الفدية او انتزاع الفدية. هاي الفيروسات عبارة عن برامج ضارة بتفوت بالجهاز وبتشفر لي كل البيانات، بصير حتى انا منشأ هاي البيانات ما بقدر ادخلها. فبصير في ابتزاز عن طريق دفع مالي لحتى يقدر فك التشفير تبع البيانات، وغالبا بيكون كمان فيها نصب كمان. نعم. مع هيك نعم، بعد ما ندفع الفدية بجوز البيانات ما ترجع. بالضبط تماما. فلهيك يفضل دائما ان كان بجهاز كمبيوتر عم نحكي، كرمال احمي حالي من هي البرامج، اني انا اعمل تشفير لهي البيانات. صار في كثير برامج، ممكن استخدم برامج حمايه من الفيروسات، او من صار في لهم خيار جديد ضمن هي البرامج، هي الحمايه من برامج انتزاع الفدية. تماما. خلينا نحكي اذا انا جبت جهاز موبايل جديد او عندي لابتوب جديد، انا كيف بدي انشئ نسخ احتياطيه للاشياء اللي بتهمني؟ ممكن صور، ممكن بيانات، ممكن مقاطع فيديو، الاشياء اللي بتخصني انا كيف بدي انشئ لها نسخ احتياطيه لحتى اذا صار اي عطل انا ارجع استردها؟ لا، نسخ الاحتياطيه بتختلف حسب وين مكانها. ممكن انا اعمل نسخ احتياطي للبيانات عندي
بشكل دوري شهري خلينا نقول، انا كل شهر بعرف انه بعمل باك اب للقرص دي مثلا، او لعندي الدوكيمنت فولدر الدوكيمنت او المستندات، هذا دائما اللي بحط فيه الملفات المهمه. فكل شهر او كل اسبوع بعمل نسخ احتياطي. في بعض الشركات بتقدم لنا خدمة التخزين السحابي أو خدمة الكلاود، فيني حطه مثل جوجل درايف، فيني فوت سجل دخول بحسابي الجيميل وارفع هاي الداتا على جوجل درايف أو دروب بوكس أو الهوت ميل، حتى بيقدم لنا ميزة الدرايف، فيني استخدمها على الانترنت، أعمل نسخ احتياطي على الانترنت أو على فلاشة أو هارد. تمام. طيب نحن في شيء بنقدر نعمله لنحمي اجهزتنا؟ يعني انا اليوم ان كان موبايلي، ان كان حساباتي الشخصيه، ان كان مثلا لابتوب الخاص فيني، ان كان عليه شغل او لا، هو ممكن يكون لابتوب خاص، في اجراءات معينه ممكن تنعمل تحمي كمان هدول الاجهزه من الاختراق؟ طبعا اكيد. الاجهزه، اذا خلينا نبلش بالموبايل، اذا انا عم بحكي عن جهاز موبايل فرح يكون اما اندرويد او ايفون. إذا كان آيفون ففيني فعل سجل دخول على طريق الآي كلاود، حساب الآي كلاود الخاص فيني، وفعل ميزة العثور على الهاتف. في حال ضياع الهاتف أو ضياع الآيفون رح يحاولوا يفتحوا الرمز تبع تسجيل الدخول، فإذا ما قدر يوصل ممكن ينعمل له سوفتوير للجهاز، فبهي الطريقة بيسألوا شو الإيميل اللي كان محطوط عليه وكلمة السر. فهيك أنا بكون حميت الداتا تبعيتي، وحتى أن ضاع الجهاز مجرد ما ضاع أنا فيني أعمل تسجيل دخول على حسابي بالآي كلاود، وأقدر حدد مكان الجهاز تبعي وين، فيني أطلع منه صوت، فيني حتى أطلع مسج للشخص اللي كامش الجهاز. هاي بالنسبة للآيفون. بالنسبة للأندرويد كمان في نفس الميزة، بيشترك فيها جوجل. بالنسبة لجوجل كمان بعمل تسجيل دخول على على الجهاز باستخدام حساب جوجل، وبفعل العثور على الجهاز. في حال ضاع الجهاز بفوت من اي جهاز ثاني او من اي كمبيوتر او متصفح، بفوت على حسابي على الجيميل، بروح على الاعدادات على الاجهزه، بقدر كمان حدد وين مكان جهازي او اعمل له مسح للبيانات او هذا كله من بعد، يعني عن نعم بعد. نعم طبعا انا الجهاز مو معي حاليا، صار بمكان ثاني ما بعرف عنه شيء، فبقدر اعمل له مسح داتا. نحن هاي اذا كان بحال كان مثلا ضايع او مسروق، طيب نعم بايدك الجهاز، انا ما قدرت فوت واعرف وين موجود مثل ما انت هلا عم تحكي لنا هي المعلومات. نعم. انا كيف ما بدي اسمح لك تخترق البيانات الموجوده ضمن الهاتف ان كان على انظمه الاندرويد او الاي او اس؟ هلا غالبا الاي او اس بيجي اقوى بك كليفل من الاختراق، بس مجرد ما انا كمشت اي جهاز او الشخص يلي سرق هذا الجهاز حاول يفتحه رح يكون في عليه كلمه سر، فرح يحاول يسجل دخول على هذا الجهاز. اذا هو عم نفترض ما له متصل بالانترنت، فرح ما رح يقدر يعمل فيه للجهاز شيء غير لحتى يتصل. يرجع يعمل له سوفت وير او يمسح البيانات كاملا، فهو بيكون وفر علي مينيموم انه انا ما اعمل لي اكسس على البيانات. تمام. هيك ما بيقدرش. تمام بالضبط. وقت بيعمل حتى سوفت وير بيطلب منه الايميل والباسورد ان كان اندرويد او ايفون. تمام. فهو بكل الاحوال اذا نحن مأمنين معنا الباسوردات تبعنا، هي اهم نقطه. طبعا عم نسال الاستاذ عامر تحت الهواء انه قد في عالم عندهم ايميلات هيك صار اسم كل غبره هالقد عليها ونستاني الباسوردات ورايح كل شيء، قد ما فينا يمكن نحمي اكيد بياناتنا عن طريق انه نحن يكون عندنا كل الادوات اللي بنحتاجها. بنشكر كثير. اهلا وسهلا. احيانا كمان بمر علينا اوقات بمر زمن طويل على استخدام تسجيل الدخول. تمام. فكل فتره انا لازم تذكر الباسورد. عم نحكي كإيميل؟ كإيميل وحتى كرمز قفل. تمام. لازم مثل ما قالت أنا ننتبه لهي المواضيع مشان نكون نحن بالسيف سايد، ما نوصل لمرحلة إنه إذا انسرق إنه نحن خايفين من أشياء حدا يشوفها أو يطلع عليها. ختاما ما ضل غير نشكرك أستاذ عامر، يسعد صباحك. أهلا وسهلا. يسعد صباحكم. شكرا كثير لك. عفوا. يعطيكم العافية.